عاش اجمد اجمد يا شيف عاش اجمد. لازم اجيب اخر العضله خالص يلا. تحت اي وضع عاش اقرص ما تفتحش ايدك وانت نازل عاش عاش قوي اعمل نفسك سنه خمسه. احاول اخليني مع المتدرب كده احفزه لو مش قادر يشيل الوزن خليه يقدر يشيله. احمد حلمي دايما يلقى الوقت يشارك معجبينه بفيديوهاته الطريفه، وهالمره حب يعمل نسخته الخاصه لتدريبات الكابتن ياسمين اللي اشتهرت مؤخرا لانها مدربه رياضيه للرجال، فطبق تعليماتها على تناول الكعك وعلق التمرين القية حتقل الوزن وهتبقى كعك بعجوة. ومثل ما خبرناكم بحلقة أمس أن حديثنا مع أحمد ما انتهى، فبحلقتنا الليلة بنتعرف على القرار اللي اتخذه لعمله المقبل. أنا يعني في قرار واخده يصل إلى نسبة 60% أنه العمل الجاي مش كوميدي. يعني ده تقريبا شبه قرار جايز ما يغيروش بقى إلا إذا تغيرت متطلبات كتير حاجات كتير، لقيت حاجة كوميدي ما تتسابش ابدا، فكره جباره لا يمكن اخليها للسنه اللي بعدها يعني. فلو ما حصلش ده فانا تقريبا شبه محدد ان الفيلم اللي جاي هيكون مش كوميدي. حلو. وجايز تضحكي فيه قليلا من موضوع او موقف، انما مش تصنيفه كوميدي. واذا حصل هالموضوع بيكون حلمي امام تحدي بيعيشه للمره الثانيه بمسيرته. انا كان التحدي ده كان عندي في اسف على الازعاج لما كنت عامل كده رضا. كده رضا كان عامل رقم وكان مصنف طبعا كوميدي وعامل شغل كبير جدا جدا، ورحت رايح انا في ناحيه تانية خالص بتاع اسف على الازعاج. طبعا كله كان بما فيهم انا متخيل ان احنا اكيد مش هنجيب نص ايرادات كده رضا. اسف على الازعاج عمل اكتر من كده رضا. ده حقيقي، مع انه هو مش بيضحك. فده تحدي مهم قوي، ده تحدي حلو قوي. انا بجي لك بالطريقه دي، لما بجي لك كده ما بتجيليش، لا انا هاجي كده وان شاء الله تجيلي، ويجيلي اكتر من مش يجيلك فلوس، يجيلي جمهور يعني وفلوس. ما هي الفلوس بقى كشباك. وليه لا يعني برضه تارجت. ايوه طبعا طبعا. نجيب محفوظ نجيب، هذا المسلسل في انتظاره، وين وصل المشروع؟ هل راح يتم؟ هل حيكون مسلسل 30 حلقه 10 حلقات؟ هل حيكون على منصه؟ هل في خطة لنجيب محفوظ؟ أنا أمنية حياتي إن هذا المسلسل يتم. المسلسل المفروض إنه اللي هيكتبه إن شاء الله الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، ومفروض إنه حصل جلسات مع السيدة الفاضلة بنت الأديب الكبير نجيب محفوظ على إن إحنا يكون هذا المشروع. وهي الحمد لله رحبت مبدئيا في القعده دي. كانت القعده دي كانت من فتره طويله الحقيقه، وانبسطت قوي انها قالت انه انا اللي هعمله. يعني ده رايحها انه طلعت الحمد لله، وانه كان عبد الرحيم هو اللي هيكتب. ولكن المشروع رجع وتوقف والى الان لم يبصر النور. حتى هذه اللحظه الموضوع غير متاخد فيه اي خطوات، غير انه مفروض ان شاء الله اللي يكتبه عبد الرحيم، وان شاء الله لو انا قدرت اجسد في دور الأديب العالمي نجيب محفوظ. نفسي يتم يعني، نفسي، بس أنا ممكن أشوف أنا عملته يا جماعة وصلت ليه. وبالحديث عن الشخصيات العالمية، حبينا نتأكد من حلمي عن معلومة عرفناها عن فيلم عسل أسود. هل فعلا اللي كان البطل الرئيسي الأساسي كان الفنان الراحل عمر الشريف، وانت كان ليك دور تاني؟ ولو فعلا الكلام ده حقيقي، كيف تم أخذ البطولة صارت لإلك؟ لا، هو كان الفيلم كان طول الوقت طول عمره مكتوب أن البطل كان عايش في مصر. البطل الأساسي عايش في مصر، شاب عايش في مصر، محبط وإلى آخره. وكان في دور شخص كبير في السن بيجي من أمريكا وبيقابل هذا الشخص اللي عايش في مصر، وبيتبادلوا بقى الايه الحاجات لغايه لما ده بيغير وجهه نظره. فكان الترشيح للشخص اللي جاي من امريكا انه كان هيكون الراحل عمر الشريف. ده كان تفكير يعني، اعتقد احنا ما بعتنالوش الفيلم او ما ده كان تفكير. كانت فكره. وهذه ما كانت فكره حلمي الوحيده. كنت عايز اجمع عمر الشريف وفاتن حمامه في فيلم، ورحت قابلت السيده فاتن حمامه الله يرحمها، واتكلمنا على قصه، وكان اللي كان كاتب المعالجه بتاعتها كان هو خالد دياب مؤلف عسل اسود برضه، بس ما لحقناش. ولهذا السبب تغيرت فكره تنفيذ فيلم عسل اسود. حصلت بقى التبديله دي، انه طب ما نخلي اللي جاي من بره هو الشاب اللي بيحب اللي بيعمل اللي كذا، انه ده نموذج للناس لشباب كتير موجود دلوقتي، وشبه اللي عايز يمشي واللي عايز يهاجر واللي عايز يرجع وبتاع. والفكره دي خالد خدها
ومشي بيها بالتعديلات في على مدار الفيلم كله، وكأنه الدور بتاع الراجل اللي كان جاي من بره الكبير تحول إلى شاب. واللي يجلس مع أحمد حلمي لا يمكن يكتفي بجزئين لحواره، لذلك بحلقتنا بكرة بتابعون الجزء الثالث من هاللقاء واللي يتكلم فيه عن طريقة تعامله مع الانتقادات.